انا كنت حابب اكمل كلام احمد قبل الفاصل في نقطه مهمه. الكوره يا كابتن هي مش كلها تاكتكس، يعني طبعا المدير الفني والجهاز الفني ومحللين الاداء اللي معاه بيعملوا الشغل بتاعهم، واللي في وجهه نظري بتكلم على الدوري المحلي، يعني موسيماني على مستوى افريقيا قدر يقدم لنا نسخه حلوه من النادي الاهلي، استغل فيها اسم النادي الاهلي واستغل فيها تاكتكس واستغل فيها حاجات كثيره، وقدرنا الحمد لله ان احنا ناخد بطولتين ورا بعض اعتمادا لبرضو الفرق بره ما تعرف ما بتلعبناش كل شويه، ما يعرفوش ادق التفاصيل عندنا في المحلي. لا المحلي ده مش ابليكابل في الدوري المحلي، الناس كلها عارفه بعض، واللعيبه دي مجموعه في الملعب حتى لما بينطقوا من النادي الاخر هم عارفين لعيبه النادي الاهلي هم لعبوهم كتير قوي. فواحده من النقط المهمه جدا اللي انا اتمنى ان شاء الله باذن واحد احد مع بدايه الموسم الجديد بكره نشوفها في شكل النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، ان احنا النهارده بنفرض شخصيتنا على المباراه. احنا بنتعلم ان احنا مثلا ممكن في الدور الثاني السنه اللي فاتت في بعض الاحيان لما كنا بنتقدم بهدف نبدا نحسب حسابات زايده شويه، وبالتالي كنا بندي المنافس خلينا نتكلم بواقعيه اللي هو خط الوسط الثالث اللي كان بينزله على طول. بالظبط. لا احنا عايزين نفرض شخصيتنا اكتر، تهاجم اكتر، جبت هدف هات الثاني، جبت الثاني هات الثالث، ده مهم جدا، خصوصا طبعا مع احنا عملنا الحمد لله تدعيمات كبيره جدا، واكيد البيتس موسيماني من اعتقد من المدربين الفنيين اللي بيحبوا يدخلوا اللاعبين الجدد تدريجيا، ما بيحبش فجاه يروح مغير الشكل وقالب الدنيا كلها، لا. لكن مهم هو بيعمل الجزء التاكتكس بتاعه والجزء الفني، لا في جزء اداري وجزء شخصيه الفريق محليا، ان انا لازم اقنع الدنيا كلها فعلا ان انا نازل اكسب، مش هكسب واحد بس، لا انا هكسب واحد واثنين وثلاثه، لان انا معايا ان انا قادر ان انا اجيب جون واثنين وثلاثه اجيب. بالظبط، هو ده اللي بيكسبك كده. ولكن انا عجبني جدا الكلمه اللي هو قالها بعد نهايه ماتش الجون لما قال انا فعلا عرفت ان الاسلوب بتاعي كان فيه بعض الاخطاء وانا متحمل مسؤوليه وهندرس ده عشان نتفادى الاخطاء مع بدايه الموسم. عندك حق في النقطه دي، هو كان عنده حق او عندنا حق في نقطه تانية، ان هو كان الفريق بيتعرض لاجهاد كبير جدا جدا طبعا. جدا، وبالتالي حتى لما جينا نحسب مع حضراتكم الاهداف اللي دخلت النادي الاهلي في الفتره اللي فيها كل يومين ثلاثه ماتش دي، نعم، دايما كنا بنتكلم على ان الاهداف اللي بتخش النادي الاهلي ربع ساعه الاخيره، في الربع ساعه الاخيره، وده قله تركيز مع تعب مع 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 صحيح. اجهاد مع توالي مباريات، مع ان احنا عندنا اخطاء فنيه برضه، عشان ما اقولكش انت مش عارف ايه، عندنا اخطاء فنيه وعندنا مدير فني عنده اخطاء فنيه وعندنا كل حاجه اللي انت صحيح. عايز تقوله قوله ماشي، ولكن في نفس الوقت بجانب هذا الموضوع ايضا التركيز كان له دور كبير جدا بسبب توالي المباريات والاجهاد الكبير للاعبين.